أهلا كواكب، I miss you. قلبي تزرف من الاشتياق. أكو أحد يمك؟ ممتاز، أني هم أكو أحد يمي. دزيلي صورتش. ما تدزيني إلا بوسة؟ تدللين، هاي بمكان البوسة 3 بوسات. كمل كمل جدو، ماكو أحد غريب. أبو كواكب أخابرك بعدين، بس لا تنسى دزلي الصور بسرعة. يلا كسروا. أقدر أعرف سبب هذا التجمهر العائلي؟ والله عيب عليك، بنتك جايبة والتعايفة. ما شاء الله، وشنو الجديد؟ إذا هي تخلف كل شهر تقول عندها سلفة. بابا أنت جبتي هذا الجعويد جايبته وياك وجاية شنو؟ مو بابا ما يصير، لازم منها للأربعين أنا بقى ببيت أبويا. حبيبتي وأنا منها للأربعين راح أبقى يمك، لا تخافين أنا والأطفال. بس عذراً ما سمعت هذا اللي تمثلت. أني والأطفال بتا. مثل الفضيج. حبيبتي اللبنانية كلهم يقولون هيك. أختي رجاء تبقى شقد ما تريد ببيت أبوها. هذا بيت أبوها أنت قلت بلسانك، يعني مو بيتك ولا بيتها. بابا رجاء ليش ما تاخذين هذا الكردوس وتاخذين رجلك لابس قميصي زقزق وتاخذين هذا اخوك العاق وتطلعون من عندي؟ بابا احسب حسابك، ترى راح يجون صديقاتي وبنات خالاتي وبنات عماتي ونسوان حمويني. صدق؟ لحد ما مالهم بقيم هيك، نجيب لهم نساتيل، كيك، كعك، شربت ميدي فور. لك بابا ما تستحي، كيك، شربت ميدي فور. عافيه، عافيه ابن سيدي رشيد. نجيب اتمان، امراق، ادجاج، اسماك، أطراش. خل اذبح طلي. ما يحتاج طلي وانت موجود. اختك خلفت، اني شنو ذنبي اصرف؟ وبعدين لو ميت هواي اصرف لي، على الاقل الفاتحه اختصروها بيوم واحد وفوقها واجب. جدو كواكب دزت الصور؟ انعال اب. اسف ما اقدر افشر. ابني رشيد ليش ما تربي اولادك؟ بابا بس نحتاج كاروك للطفل وحجله وحليب وحفاضات ملهيات وعضاضه مال سنون وشيشين تكه. خل نذبح طلي. شنو ذنب الطلي اذا واحد مطي مثلك يقترح؟ الغراض، الغراض برشيد ولا بالغراض؟ جدو كواكب لو لا. جدو ليش احسك منتظر الصور اكثر مني؟ جدو عايز اقول لك شيء بس مستحي. جدو انت عمرك ما استحيت انت وعائلتك. لا والله المرة ما استحي. قول جدو. هاي حواجبك لو جيت الجمهورية. انعال اب. اسف. حبيبي رشيد ايش راح نسمي الطفلة؟ لا بابا رجاء انت بعد ما تسمين اطفالك، انت تحطي لهم وزارات حتى بعد ما تضيعوهم. بابا ليش ما تسمينا هاي الحلوة؟ اني اقول لو تسموها كافي. او بنتي بالمدرسة يصح لها كافي رشيد؟ بلكي تحس. شحس؟ بعدني شاب وسيم والحياة قدامي. وهذا المشحوف اللي قدامك ايش وقت تنزله؟ نزل رجلك لا اصل خك راجل طير العصافير اللي بقميصك. ابني شو تسوي بعد؟ انت سويت عندنا تضخم بالسكان. وتضخم عندي بالكبد. وليدي انت عايش بغرفه جهلك وين تنيمهم الا تنيمهم بشريط مال بي كي سي. اجتنا رشقه. خالو خالو اكلوا نساتل ماتك. يا نساتل هاي اذا توصل للبطين ادهشكم وروح لابوي. الله يرحم الابوك ما كان يعرف يربي. عاق عاق عاق. بابا ذولا أحفادك ويحبوك ويوقفونك من توقع. لا بنتي هذول هم اللي راح يقعدوني فلشول البيت. لا بقوا لي كلاس لا بقوا لي راوتر. اصلا البيت صار ما بي اثاث فارغ مثل دماغ رشيد. دخلي كسرون ما تقلش بيك. هو احنا باشر ميتين ويورثونه. بابا شنو يورثون وانت طبيت للموسم التاسع وبعدك بنفس القميص؟ انا طبيت الموسم الخامس. ابني انتوا 42 اخ قاعدين بمجتمل 100 متر وكل اخ مخلف 42 نسم. احسبي بنتي رجاء 42 في 42 1764. وانتم قاعدين ب 100 متر يعني اذا تقسم الورث كل واحد يطلع له شوكليته. هاك هذه شوكليته وبعد لا تخلف.
تدلل. تليفوني وين؟ الهاتف. تليفوني وين؟ بس لا جهالك باقو. تليفون قوم. تليفوني وين؟ جدو جدو كواكب دزت الصور. أنا على